السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس اللغة العربية. كنا قد أخذنا في الدرس السابق قصيدة الغرام القاتل، وتحدثنا عن التدخين وعن انتشاره في المجتمع، وقلنا أنه آفة انتشر في بين أفراد المجتمع، وتحدثنا عن مضار التدخين والأمراض التي يسببها. تحدثنا عن تجربة الشاعر بالتدخين وآلامه ومعاناته جراء تعاطيه للدخان. قلنا أنه بمقدار الوعي الموجود عند الإنسان يستطيع أن يواجه التدخين ولا يكون ضحية له. طبعا التدخين له أشكال عديدة، مثلا النجيلة و السيجارة الإلكترونية وأشكال كثيرة، وهو منتشر أكثر شيء بين الشباب، وهي في الحقيقة الفئة المستهدفة. طبعا هناك مستفيدين من التدخين ومن انتشار التدخين، وهم يسعون لزيادة انتشاره، وهي الشركات والمصانع والتجار الذين يتاجرون بهذه السلعة. طبعا هؤلاء يسعون لزيادة نسبة المدخنين، وخاصة بين الشباب كما قلنا، لأنهم المستهدفون. فأعداء الأمة يسعون لنشر هذا السم القاتل في مجتمعنا لإضعاف هذه الفئة وإنهاكها وإشغالهم عن قضاياهم واستهلاك صحتهم ومالهم. طبعا هذه الشركات والمصانع لا يهمها سوى مصلحتها وكسب الأموال وزيادة عدد المدخنين، وحتى تحويل المدخن العادي لمدخن شره، وعودة المقلع أيضا عن التدخين، وعودته طبعا للتدخين. كما أن هذه الشركات والمصانع تقوم بعمل دعايات لترويج الدخان، وهي تحقق أرباح كبيرة أيضا تصل إلى مليارات الدولارات ببيع هذا الأذى والسم للناس. وكما قلت لكم تقوم بعمل دعايات والترويج له من خلال ربما شخصيات مشهورة مثلا كالفنانين، حيث تبدو هذه الشخصيات جذابة وهي تدخن، بالإضافة أيضا إلى مشاهد يقوم البطل بإشعال السيجارة عندما يشعر مثلا بالقلق، كأنها علاج له. طبعا الدخان ينتشر أكثر في الدول الفقيرة وفي الدول الأقل تقدما، وأصحاب المصانع والشركات تسعى لنشر الدخان بين هذه المجتمعات لأنها أقل وعي، ولأنها لم تتخذ بعد تدابير لكي تقي نفسها من هذا السم، والقوانين أيضا ليست صارمة في مكافحة التدخين. كما نلاحظ هنا الكميات الكبيرة التي تنتج من هذه السجائر. طبعا في الدول المتقدمة أصبحت تتقلص نسبة المدخنين وتقل، لأنها وصلت إلى مرحلة من النضج والوعي وباتت تدرك مخاطر الدخان، بينما يبيعونها لنا وللدول الأقل وعيا ليزداد نسبة المدخنين فيها. طبعا الإنسان هو الذي يجب أن يدرك مصلحته ويمتنع ولا يعرض نفسه لهذا الخطر. فكل ما يقال عن أن التدخين هو يخفف الضغط والقلق هو مجرد إيحاءات نفسية لا سند أساسي وعلمي لها.
طبعا هناك عدة طرق كي يستطيع الإنسان أن يتخلص من التدخين إذا كان قد وقع فيه حقا. أهم وأول هذه الوسائل والطرق هي أن يمتلك الإرادة كي يستطيع والقوة لكي والقرار أيضا حتى يتوقف عنه. كما أن الدول أيضا تتخذ إجراءات كثيرة حتى تحارب هذا الدخان، فهي تحظره في الأماكن العامة والمنشآت الصحية وأيضا وسائل النقل، وتضع الغرامات أيضا لتحاول من الحد من انتشار الدخان ونشر الأذى بين الناس، ولأن هناك أناس ليس لهم ذنب أن يتعرضوا لهذا الدخان السام، خاصة الأطفال طبعا. وضعت قوانين لكي تحد من هذه الظاهرة وتخفف من ضررها. وكما قلت لكم، حتى أن الدول المتقدمة أصبحت تقل نسبة التدخين عندها، بينما تزداد في دول أخرى. نحن وصلنا في شرح القصيدة إلى البيت، أي بيت؟ وصلنا إلى البيت السادس، صحيح؟ البيت السادس، وقد شرحناه، وهو نقيعه أصفر بالموت مختزن، طعمه مزق من عمرنا الغالي. نتذكر هذا البيت، نقيعه بمعنى السم القاتل الذي وصل لحد القتل، وهو لونه أصفر. لماذا؟ لأن بداخل السيجارة هذه المادة لونها أصفر، وأيضا الإنسان المدخن عندما يصبح مدخن شره بعد فترة أيضا يخرج من حلقه أيضا مواد لونها أصفر، وهي مليئة بالموت، كأن الموت مخزن فيها، وهذا الدخان يتغذى على ويأكل قطعة قطعة من عمرنا. مزق أي قطع، يتغذى على عمرنا ويتناوله وينقصه. هذا العمر الذي هو كنز الإنسان الذي يجب أن يستغله بما يحقق له النفع في الدنيا والآخرة. إذن ماذا يفعل الدخان أيضا؟ الدخان يكوي الحناجر ويقتات الرئات، وفي مسالك الدم يرمي خبث أهوالي. ماذا يفعل الدخان في الإنسان؟ ما هي الأمراض التي يسببها له؟ ماذا يقول الشاعر؟ إذن أولا، ماذا يبدأ به؟ طبعا قلنا أنه يبدأ من الفم، من السرطان، الشفة، واللسان، والحنجرة. وهنا يكوي الحناجر، هو يحرق الحناجر، يكوي أي يحرق. فالإنسان المدخن دائما يسعل ويخرج أيضا البلغم من فمه ويقتات الرئات. ماذا ما معنى يقتات؟ يتغذى على الرئة، كأنه يأكل الرئة. وماذا يفعل أيضا الدخان؟ وفي مسالك الدم يرمي خبث أهوالي. خبث قلنا أنه الشيء الرديء والقبيح. أهوال هي المصائب، الأمراض، بمعنى الأمراض. إذا ماذا يرمي في الدم؟ في طريق الدم، مسالك أي طرق، الطريق الذي يمشي فيه الدم، يرمي وينفث الدخان أسوأ الأمراض وأسوأ الأذى. فهو إذا يحرق الحناجر ويتغذى على الرئة، كما أنه يرمي في طريق الدم الأهوال والمصائب والأمراض وشتى أنواع الأذى. لذلك يطرح الإنسان ويجعله يعاني من الأمراض العديدة، ولا يصبح كالإنسان السليم الصحي الطبيعي. وماذا أيضا؟ هنا شيء مهم تحدث عنه الشاعر، حيث أن الدخان ماذا يقول عنه؟ يحشو الإرادة تخديرا فيطرحها. كيف يطرحها؟ مشلولة كرداء مهمل بالي. تشبيه جدا جميل. أولا، ماذا يفعل الدخان بالإرادة؟ ثم كيف يجعلها، كيف يحولها إلى ماذا؟
إذا أولا يحشو أي يملأ الإرادة التي هي تقوي الإنسان وتساعده على الاستمرار في الحياة. هذه الإرادة ماذا يملأها تخديرا؟ يجعلها كالشيء المخدر، أي الذي لا يشعر، لا يحس، ضعيف. الإنسان عندما يتخدر تذهب قوته، لا يعود لديه قدرة. فلذلك الدخان أيضا كأنه يقضي على القوة والإرادة في الإنسان، يخدر هذه الإرادة، يسلبها القوة ويرميها، يطرحها، أي يرميها. كيف يرميها؟ كأنها مشلولة، ليس لديها أي قدرة على الحركة. مثل ماذا؟ مثل الرداء المهمل البالي، أي كأنها ثوب لا قيمة له ومهترئ بالي، أي أنه مهترئ، استخدم، قد بلي وعفى عنه الزمن. فإذا هذه الإرادة تصبح كأنها عاجزة، فاقدة لأي قدرة، مخدرة، لا تمتلك زمام أمرها، مخدرة لأنها، وكأنها ثوب مهمل مهترئ قديم. والإرادة هي أهم شيء في الإنسان، لأن عندما يمتلك الإنسان الإرادة يكون حر نفسه، يستطيع أن يتخذ قرارات، يستطيع أن يفعل ما يريد في اللحظة التي يريدها. أما إذا كانت هذه الإرادة مسلوبة وشيء آخر يتحكم بها، فإذا الإنسان بلا إرادة هو أيضا إنسان عاجز. تمام؟ وصلنا إلى البيت التاسع. ماذا يقول الشاعر في البيت التاسع؟ هنا أيضا تتم لموضوع الإرادة، أن الإنسان يصبح عبد للعادة التي تسيطر عليه وتسلبه هذه الإرادة. كم عادة سيطرت فيها الفناء لنا وقيدت عقلنا في شر أغلاله. إذن ما هو الأمر الذي سيطر على، قد يسيطر على الإنسان؟ وهل هذا الأمر هو مفيد؟ وماذا يفعل في الإنسان؟ عندما قد الإنسان يتعود على عادات ممكن أن تكون مفيدة، ليست كل العادات سيئة، هناك عادات مفيدة. مثلا عندما يتعود الإنسان أن يقرأ قرآن مثلا يوميا، عندما يتعود أن يصل رحمه، عندما يتعود على عمل الخير، أن يتصدق، هي عادات حسنة. عندما يتعود مثلا على الرياضة، أن يأكل أكل صحي، هي عادات، كلها عادات. وأيضا هناك عادات سيئة، مثلا أن الإنسان مثلا يقوم ببعض الألعاب السيئة التي تضيع وقته وتضر عقله. ممكن أيضا مثل التدخين، هي عادة سيئة قد تسيطر على الإنسان. فهناك التدخين هو له سلاحان، سلاح أنه عادة وسلاح أنه إدمان، لا يدخل في الدم فيسلب الإنسان إرادته ويصعب عليه أن يتخلص منه. طبعا الأمر في البداية لا يكون عادل في البداية، عندما يبدأ الإنسان مثلا في التدخين الشخص، فهو ربما يكون من باب التجربة أو من باب أنه يقول هذه مرة، ربما يجلس مع مثلا مجلس فيه ناس مدخنين، ربما يعني مجاراة لهم، ولكن فيما بعد ربما تصبح تسيطر عليه وتصبح عادة. فكم عادة، كم عادة سيطرت على الإنسان؟ عندما تسيطر عليه فهي تكون من أقوى، هي أم هو؟ تصبح العادة هي الأقوى منه لأنها سيطرت، فأصبح لا يستطيع أن يقاوم هذه العادة، وبالتالي ماذا أصبحت؟ سلبت إرادته كما قلنا في البيت السابق، فخدرت الإرادة وطرحتها كأنها رداء مهمل بالي. فإذا تحولت إلى عادة أولا، وهذه العادة سيطرت عليه بحيث لم يعد يستطيع أن يتخلص منها. رغم أن هذه العادة ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها الفناء، الموت. الإنسان قد لا يعرف أحيانا مصلحته، هو سيطر عليه بعض العادات السيئة، ربما في البداية لا يدرك خطورتها، لكن مع الوقت يدرك خطورتها، ولكن يكون الوقت ماذا؟ قد فات. فإذا هذه العادة ممكن أن يكون فيها الموت. وماذا تفعل في الإنسان؟
لأنها مسيطرة عليه، فماذا تفعل بعقله؟ ماذا يقول الشاعر في الشطر الثاني؟ ماذا تفعل بعقله؟ قيدت عقلنا بماذا؟ في شر أغلال. إذن قيدت أي أنها كأنها تضع القيود على عقل الإنسان، تضع القيد، قيد عقله في شر أغلال. أغلال بمعنى قيود، في أسوأ القيود. أسوأ القيود أن الإنسان يصبح لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يتخلص من شيء، رغم أنه قد يدرك أنه مؤذي له لكن لا يستطيع أن يتخلص منه. هكذا الإدمان. طبعا الإدمان يوجد أيضا غير التدخين، هناك إدمان على أشياء أخرى أسوأ ربما من التدخين، فكلها تسيطر على عقل الإنسان بقيود، وتقيده بقيود سيئة وشريرة ولا يستطيع أن يتخلص منها. عافانا الله وإياكم. في البيت الأخير ماذا يقول الشاعر؟ يا ويح من يشتري خصما ليقتله بالمال، مهما يكن في شك إقلال. إذا ماذا يفعل هذا الإنسان؟ كيف يفكر هذا الإنسان؟ المفروض أن يكون إنسان عاقل وواعي، ولكن يتصرف تصرف ربما الإنسان السليم الذي لم يقع في هذه المصيبة يستغرب ماذا يفعل هذا الإنسان بنفسه. ولكن الإنسان المدمن بسبب سيطرة هذه العادة عليه وبسبب أنه أصبح مسلوب الإرادة، ماذا يفعل بماله نفسه الذي يتعب ليكسبه ولكي يحصل عليه بهذا المال؟ ماذا يفعل؟ يشتري ماذا؟ خصما. ما معنى خصما؟ أي عدوا. بماله يشتري عدوا. ماذا يفعل به هذا العدو حتى يقضي عليه ويقتله؟ فهو لا يشعر بذلك لأن القتل يكون بطيء ليس مباشر، لكنه مع الوقت يسبب له الأمراض وقد يسبب له الموت، يضره ويخسر في المقابل، يخسر صحته وماله الذي هو من حقه أن يستمتع بهذا المال ربما بأشياء ممتعة له ولعائلته لأولاده، مهما يكون في شك إقلالي. إذن رغم أن هذا المدخن ممكن أن يكون قليل المال، ليس لديه الكثير من المال، ولكنه دائما يأخذ جزء من هذا المال لماذا؟ للتدخين، لأنه من وجهة نظره شيء أساسي ومهم. طبعا هو لماذا أصبح أساسي ومهم؟ لأن هذه العادة سيطرت عليه وماذا؟ أصبح مسلوب الإرادة، لا يستطيع أن يتخلص من الدخان. إذن يا ويح أي يا ويلة، ومسكين هذا الإنسان الذي يدفع المال ليشتري وليجلب لنفسه عدوا يقوم بقتله مهما كان هو في حاجة لهذه الأموال. وهكذا نكون قد أنهينا من شرح القصيدة، أرجو أن تكون قد أصبحت واضحة بالنسبة للجميع ومفهومة، وأن طبعا ليس فقط أن تكون مجرد قصيدة عابرة لكي نقرأها ونشرحها، وإنما أن نأخذ منها العبر والفائدة لنا ولغيرنا، ربما ننصح الآخرين، وحتى لا نقع في هذا الشر وهذا السم القاتل، ولا نكون ضحية من ضحاياه، حفاظا على أنفسنا وحفاظا على بنية المجتمع، وحتى نكون بنات مفيدين ولا يستغلنا هؤلاء أصحاب المكاسب والمصالح وأعدائنا لكي يضعفونا ونصبح أمة ضعيفة. وأيضا ماذا؟ وأيضا عبارة عن مسلوبين الإرادة، أن نكون مسلوبي الإرادة، لا نستطيع أن نتحكم في أنفسنا، بينما الدخان هو الذي يتحكم فينا. هذه مشكلة أيضا، أي شيء أن يكون يتحكم بالإنسان يجب أن يكون الإنسان هو أقوى ولا يترك مجال لأمر ما أن يتحكم به، خاصة إذا كان هذا الأمر يحمل الشر والسوء. الآن قد أعطيتكم بعض الكلمات للإعراب، في المرة الماضية حددتها لكم،
حددتها لكم وطلبت منكم أن قلنا أننا نريد أن نعرضها في هذا الدرس إن شاء الله. وفي الدرس القادم تكون الوظيفة لديكم التي تلي القصيدة في الدرس القادم إن شاء الله. الآن سوف نقوم بإعراب بعض هذه الكلمات التي حددناها. هنا في البيت الأول كلمة أعطيه من رئتي قوتا ومن مالي. ما إعراب أعطيه؟ أعطيه طبعا هو فعل. ما زمن هذا الفعل؟ هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين الضمة؟ هو الفعل أعطي طبعا لوحده هو أعطي، دخلت عليه الهاء ضمير، فإذا الضمة هي مقدرة على الياء للثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وأرجو أن تسجلوا الإعرابات. الفاعل أنا وأنا أعطيه ضمير مستتر، والهاء ما إعراب الهاء؟ ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، أي أنا أعطيه. الهاء أخذناها بدرس الضمائر أيضا، هي تأتي عندما تتصل بالفعل في محل نصب مفعول به. هذه الكلمة الثانية كي يأخذ. هنا كي يأخذ، لدينا كي، ما إعراب كي التي دخلت على الفعل المضارع؟ تعرفونها طبعا. إذن كي هي حرف ناصب، أنو لمو كي حروف نصب، ويأخذ هو فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأين الفاعل؟ هو ضمير مستتر تقديره هو يأخذ. والعمراء اللي هي المفعول به. هنا لدينا إعراب هذا. هذا الدخان. هنا بدأنا بجملة من أول جملة، وهي جملة اسمية، اسم الإشارة. ما محله إذن من الإعراب طالما أننا بدأنا به في البداية؟ فالهاء طبعا للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لأننا بدأنا به في بداية الجملة. إذن هذا الدخان الذي أفني لفافته. يفني، هنا طلبت منكم إعراب جملة يفني وليس إعراب مفردات، لا يعني لا أريد فعل مضارع مرفوع، لا جملة يفني حسب موقعها في الجملة، حسب محلها في الجملة. ننظر في الجملة، هذا الدخان الذي أفني لفافته، ما به؟ ما به؟ قلنا أن هذا هي المبتدأ. طيب أين الخبر؟ هذا الدخان الذي أفني لفافته يفني. إذا يفني هي جملة فعلية في محل رفع خبر، خبر طبعا للمبتدأ هذا. هنا في البيت الثالث لدينا إعراب كنت، قد كنت. ما إعراب كنت؟ هي طبعا كان فعل ماضي ناقص، ولكن هنا اتصلت بها ماذا؟ التاء، التاء المتحركة. فماذا تصبح عندما تتصل بها التاء المتحركة؟ مبني على فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء. كنت، حركة النون هي سكون، إذن لاتصاله بالتاء المتحركة. والتاء ماذا يكون إعرابها؟ هل هي فاعل؟ لا طبعا ليست فاعل، لأنها اتصلت بكان، فتكون في محل رفع اسم كان. الآن في البيت الرابع سم شهقت به. به ما إعراب به؟ هذه أخذناها أيضا مع درس الضمائر. به الباء هي حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل، تمام أحسنتم، جر بحرف الجر، لأن الضمير عندما يتصل بحرف جر يكون في محل جر بحرف الجر. ثم بطيء يظن المرء. ماذا يظن المرء؟ نفسته. هنا يظن الفعل والمرء الفاعل، فما إعراب نفسته؟ مفعول، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة
على آخره. طبعا والهاء اتصلت به فهي ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. لماذا جر بالإضافة؟ لأنها اتصلت باسم، والضمير عندما يتصل باسم يكون في محل جر بالإضافة. الآن ما إعراب أصفر؟ نقيعه أصفر. طبعا نبدأ من نقيعه، ما إعراب نقيعه؟ نبدأنا بالجملة فهي مبتدأ. طيب أين خبر نقيعه؟ نقيعه ما به؟ حسنتم، هو أصفر. فإذا أصفر هي خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. سهلة جدا هذه إعرابها، نقيعه أصفر جملة اسمية. الآن في البيت السابع، يكوي الحناجر يقتات الرئات. ما إعراب الرئات؟ يقتات ماذا؟ الرئات. فيقتات هي فعل مضارع مرفوع بمرفوع الضمة، صحيح؟ وأين الفاعل؟ هو يقتات، هو طبعا يعود على من؟ على الدخان. ماذا يقتات الرئات؟ فإذا الرئات هي مفعول به، ولكن لماذا وضعت عليه الكسرة؟ لماذا؟ إذا مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنتم. الآن ما هي الكلمة التالية؟ في البيت الثامن، يحشو الإرادة تخديرا، فماذا يفعل بها؟ فيطرحها مشلولة. ما إعراب مشلولة؟ يطرحها، يطرح هو يطرحها، والهاء مفعول به، ولكن مشلولة ما إعرابها؟ إذن إذا قلنا كيف يطرح الإرادة، كيف يطرحها، ماذا يكون الجواب؟ إذا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أرجو أن تسجلوا الإعرابات. حسنا، يطرحها إذا مشلولة حال قلنا كرداء مهمل، مثل رداء مهمل. كرداء هنا جار ومجرور، مهمل ما إعراب مهمل؟ صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخره. صفة لمن؟ طبعا البعض عرفها، صفة للرداء. صفة الرداء أنه مهمل، فإذا هي صفة مجرورة مثل الرداء. الآن ما هو إعراب سيطرت؟ هذه سهلة جدا، دائما نعرب هذا النوع من الأفعال. كم عادة سيطرت؟ إذا ما إعراب سيطرت؟ لنرى، فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، ما حركة الراء سيطرت؟ فإذا مبني على الفتحة، سهل جدا. والتاء ما نوع التاء؟ هي تاء التأنيث الساكنة، لا محل لها من الإعراب، ساكنة لأن التاء هنا سكون عليها، سيطرت. الآن الإعراب الأخير هو ليقتله. يا ويح من يشتري خصما، لماذا يفعل به؟ حتى ماذا يفعل به؟ ما هو السبب الذي يشتري الخصم؟ لماذا يشتري خصم؟ إذن لماذا؟ ليقتله. فما هي اللام هذه التي دخلت على الفعل المضارع يقتل؟ تعرفونها أكيد، أليس كذلك؟ أعرف أنكم تعرفونها، أنتم شاطرين. إذن اللام هنا لام التعليل، ويقتله فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل. إذن هنا لام التعليل التي تدخل على فعل المضارع، فيكون هناك المضمرة ينصب بأن المضمرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة ليقتله، مع حركة اللام الفتحة الظاهرة. والهاء طبعا هي ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، هو ليقتله، فالهاء هي مفعول به، لأن كما قلت منذ قليل الهاء عندما تتصل بالفعل فتكون في محل نصب مفعول به. طبعا
هنا لم أكمل أيضا، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي هو يقتله. طبعا لا أوصيكم لأنكم لستم بحاجة للكلام، أنتم تعرفون دائما الواجب عليكم وظيفة الاستيعاب والفهم إلى آخر الأسئلة. فقط هنا أريد أن أنبه لسؤال: اكتب فقرة مترابطة تقترح فيها طريقة للإقلاع عن التدخين. هذه اكتبوها في نهاية الوظيفة، طبعا هي مطلوبة وليس يعني أن تهملوها. شكرا لكم لحسن المتابعة، وألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وأنتم في أحسن حال. شكرا لكم.